طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم جميعا. يعني خلينا نحكي هي حلقة نقاشية أكثر ما تكون محاضرة لموضوع البري كلينيكال بشكل عام. هسا إحنا داخلين بمرحلة جديدة. بداية التعريف عن نفسي، الدكتور عرفت عني، شكرا جزيلا إلها. أنا خريج الجامعة من ناحية البكالوريوس ومن ناحية الماجستير. ماجستيري كان في التركيبات السنية. اليوم رح نعطيكم شوية معلومات مقسومة لمحورين أساسيين. المحور الأول رح أقدمه أنا، ورح يكون خلينا نحكي النقاط الرئيسية أو المحاور الرئيسية اللي رح يفصلها أكثر معنا دكتور حازم. طبعا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية إحنا داخلين بعنوان مرحلة اسمها مرحلة جديدة. كيف يعني مرحلة جديدة؟ الدكتورة كانت تحكي لكم إنه فعلا أنتم كنتوا داخلين مرحلة صنفرة بسنة أولى، وحاليا عم تدخلوا بمرحلة صنفرة جديدة اللي هي مرحلة العيادات. وفعلا راح تكون يعني البداية دائما صعبة، هذا الوضع طبيعي بمختلف النشاطات وبمختلف الشغل. مرحلة العيادات هي مرحلة ثالثة وهي الأخيرة بمسيرة كلية طب الأسنان من ناحية البكالوريوس، وطبعا هي الأمتع. ليش؟ للنقطة الثانية، لأنه بتحول الجانب النظري إلى الجانب العملي. ما بعرف كيف الترتيب كان عندكم، لكن إحنا بالنسبة لنا كان الموديل اللي موجود هون الفانتوم هيد، كنا نسميه هذا أبو العبد. هذا كان بالنسبة لنا مريض نشقلبه نلفه بامتحان نهاية السنة، عادي نشيل الجو تبعه ونشتغل له برا، والحياة تمشي سعيدة، ما يصير عنده مشاكل كبيرة المريض. ما في عندنا مريض يصيح، ما في عندنا مريض والله توجعت، ما في عندنا والله دكتور الحشوة عالية الحشوة ناقصة. أبو العبد كان زلمة غانم ما يشكي. فهي النقطة راح تختلف عنا، ما راح يكون عندي قدرة والله أفك إلا البيشنت الجو أشتغل له كلاس 2 أكمله. هاي النقاط مختلفة كليا، لهيك إحنا داخلين بمرحلة جديدة. أي نعم العلم موجود عنا، البيسك ممكن موجود عنا بنسبة معينة. أكيد أنا ما بتخيل واحد داخل عيادة البروسو وراح يشرح لي البروسو بكل تفاصيله. وضع طبيعي الأوكلوجين أنت لسه ما بتعرف عنه إشي، وضع طبيعي تتعامل معه، بالتالي أنت لازم تكون أبديتد بهاي الشغلة. تحويل الجانب النظري إلى جانب عملي هي من أكثر الشغلات اللي ممكن تكون ممتعة في التعامل مع المرضى، وهو الإشي اللي ممكن يهون عليك. هي أي نعم مرحلة ممكن مش ضغط بالشكل الكبير خصوصا ببدايتها من ناحية الدراسة، لكن الجانب النفسي فيها والجانب العملي، دوامك أنت كأربع خمس محاضرات أربع خمس ساعات إشي، ودوام عيادات لمدة ساعتين إشي مختلف كليا. هذا يعامل بطريقة معينة وهذا يعامل بطريقة مختلفة تماما. الأهم من هذا كله التعامل مع المريض، زي ما حكينا التعامل مع الفانتوم هيد مختلف. أنت بتتعامل مع إنسان عنده مشاعر، عنده ظروف، ممكن يصير عنده ظروف معينة، ممكن أنت نفسك يصير عندك ظرف معين بدك تضطر تتعامل مع الموقف. ما بتتعامل مع مجرد سن، أنت بتتعامل مع بني آدم كامل، بتتعامل مع صحة بني آدم كامل. التعامل مع مريض لخلع طحونة معينة ممكن يستدعي منك أنت تقعد مع المريض لمدة أكثر من نص ساعة لتحاول تأخذ الهيستوري كاملة منه بشكل صحيح، وتعرف شو الأدوية اللي فعليا بأخذها. ممكن يجي يحكي لك والله يا دكتور أنا ماخذ الدواء على سبيل المثال الأحمر والأسود. بدك تتعامل مع ناس الوضع الثقافي إنهم خلينا نحكي مش أطباء بنهاية الحال، فما تتخيل يجي عليك يحكي لك والله عم بأخذ أموكسيسيلين عيار الـ500 تماما. هذا إشي أنت ممكن يجيك لما يجيك صاحبك مثلا من كلية الطب البشري وحاب يحكي لك انه والله انا باخذ كذا كذا. اما بالوضع الطبيعي المريض راح يجي يحكي لك بالوان الادويه بشكل الدواء بعيار الدواء. اسمه العلمي ما تتوقع كثير، لكن المتوقع منك انت انك انت اللي تكون عارفه. فهي نقطه ضروريه، انت بتتعامل مع مريض انسان، مش بس طحونه، مش بس سن امامي، مش بس طقم بدي اعمل له دينشر وانتهى الموضوع. بدك تعرف المريض اللي بتتعامل معه بشكل كامل حتى تقدر تنجز له الشغل بالشكل الصحيح. طبيعة العيادات والدوام بشكل عام، نرجع نأكد كل البدايات صعبة، هذا إشي طبيعي، لكن المشكلة الرئيسية إنه تخلي البداية هي اللي تمنعك وتضلك عند البداية. أنت عندك قدرة تتطور وتتقدم، فصارت عندك مشكلة في البداية اتركها وراك وضلك مكمل. الدكاترة المشرفين، حبيت أأكد على هاي النقطة وإن هي نقطة شوي رئيسية. بكل عيادة بيكون فيها دكاترة مشرفين، هذول الدكاترة المشرفين هم مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية يكونوا مشرفين عليك من ناحية الشغل ومن ناحية تعليمك ومن ناحية إفادتك. هم مش بموضع أو بمكان يكون في عنا ما يسمى بالسبون فيدينج. ما تتوقع المشرف او الدكتور المسؤول عنك راح يجي يعمل لك الشغل عنك، لانه بنهايه الحال انت راح تخلص رابعه خامسه على خير، تخلص امتياز ترجع للمكان اللي انت موجود فيه،
تشتغل في طب الأسنان ما راح يكون المشرف هذا موجود، فبالتالي الخسارة راح تكون عليك مش عليه، بمعنى راح تلاقوا دكاترة وراح تشوفوها لقدام. ممكن دكتور على سبيل المثال لما تشتغل بعيادات الكونز تلاقي حالة صعبة بالإندو، يجي يساعدك تريك بسيط، لكن أنت تحب أنه تريح حالك وتخليه هو يشتغلها فيكمل لك الشغل بشكل معين، خصوصا مثلا ممكن طلاب جرايات، ممكن الطلاب اللي بيداوموا معكم، في كثير طلاب بيكونوا موجودين، عمل لك الشغل، خلص الشغل، المريض طلع مبسوط، أنت طلعت مبسوط، بعد سنتين إجتك نفس الحالة أنت ما بتعرف عنها. فحاول دائما تنجز الإشي بإيدك حتى تتعلم وحتى تضلها راسة، حتى ولو كان في عندك مشكلة. ما في عندي هالإشكالية الكبيرة، الموضوع أنه يصير عندي complication، هذا وضع طبيعي لأي شخص. في كلمات كثير مهمة هسا بدك تطلع من بوتقة أو منطقة اللي موجودة أنت فيها حاليا، اللي هي المنطقة اللي بنتكلم عنها دائما بالسيف زون، أنت بدك تعديها شوي حاليا. ليش؟ لأنه أنت بتتعامل حاليا مع مريض، ما بتتعامل مع دكتور والله الدكتور نسيت أولع المي وأنا أحضر السن فطلع البلاستيك توث عندي لونه أسود، هاي ما بتقدر تحكيها لمريض. السن فايتر على سبيل المثال حضرت له إياه وبدون مي والسن صار نكروتك، أنت خسرت مريض طحونة كاملة، خسرت المريض لقدام أنه ممكن يخلع ويستنى إذا بده يزرع وتكاليف الزراعة والجسر بده يزيد وموضوع الأنتز لو قديما وحاليا الجسر الطويل مش راح يكون لطيف. كومبليكيشن كثير عشان شغلة بسيطة، انه انت عديت مرحلة انه انا فقط طالب بكالوريوس، انت حاليا تعامل معاملة الطبيب، بشوفك بالشارع، بشوفك باي مكان، انت طبيب زميل بالنسبة لي. دكتور الاسنان كان في دكتور عندنا الله يذكره بالخير دائما يحكي لنا، دكتور طبيب الاسنان لما يدخل طب اسنان متى بنحكى له دكتور؟ بنحكى له طبيب او دكتور باليوم اللي باخذ فيه الهوية الجامعية، تصرفاتك وتحديدا داخل العياده محسوبه عليك، فما في داعي تسمع كلمات او تحكي كلمات على سبيل المثال بتوقع هيك صح، خليني اجرب يمكن تزبط، تحكيها لمريض. تخيل انت قاعد عند دكتور على سبيل المثال وبشتغل لك عمليه وعم بيعمل لك زراعه وبلشان له ساعتين، يحكي له والله خليني اجرب يمكن تزبط، انت كيف راح تكون بالنسبه لك نظرتك للدكتور هذا؟ بالتاكيد السلف كونفيدنس مهم جدا لدرجة معينة، أي نعم، لكن مهم جدا يكون موجود عندك. طبيعي أغلط، طبيعي يصير عندي complication، الأهم من هذا كله أنه أنا في عندي مشرف موجود ممكن أستفيد منه، وفي عندي لقدام اللي راح نشرحه شوي كيف أجهز حالي. مش كل ما أعمل إشي لمريض آسف وجعتك، حلو الواحد يكون إنساني وحلو الواحد يكون يعني عطوف وحنون مع المريض قدر الإمكان، بس برضو كمان أنت بالأخير أنت لما تشتغل لمريض هدفك تنجز شغلة معينة بأفضل وقت وبأفضل نتيجة. عندي قدرة أعمله للمريض وأنا أكون متعامل معه بأسلوب مهذب راقي، هذا الإشي الجميل وهذا الإشي الممتاز. لكن أنا ما بهمني على سبيل المثال مريض أعطيه زيادة عن اللزوم مساحة ليصير يتحكم فيه، يصير يحكي لي والله لا دكتور يمكن لو رفعتها ويمكن لو أخذت الطبعة بالزاوية الفلانية. ما بدي أحسس المريض أنا بس مجرد طالب، لأنه السلف كونفيدنس ببلش معك تبنيه فعليا بسنة رابعة، فاستفيد من هاي المرحلة أنك تبني شخصيتك اللي موجودة داخل العيادة، خليه قد حالك وواثق، خصوصا 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 بعيادة الكونس. فعليا فصل أول أو فصل ثاني تحديدا أذكر بسنة رابعة بالنسبة إلنا، العيادة الأولى والعيادة الأساسية هي الكونز رقم واحد، البروسو رقم اثنين، والباقي تفاصيل. الأساس اللي موجود عندنا هي عيادة الكونز، عيادة الكونز هي الحفلة اللي موجودة، هي العيادة اللي أنت بتأخذها مرة بالأسبوع أو بالأسبوعين وبتكون ماكل همها من أسبوعين. خلي بالك تكون مجهزها ومجهز حالك كثير منيح وواثق بحالك كثير منيح بعيادة الكونز تحديدا. المرضى، كيف ممكن أحصل مرضى؟ هذا السؤال اللي ممكن يشغل بالنا بكثير تخصصات. كيف ممكن أحصل مرضى حاليا؟ في طرق كثيرة، أهمها وبدايتها الأصدقاء والأقارب، لكن ركزوا لي على موضوع الأصدقاء والأقارب، إشي علمي موجود بالعلم وعليه ستاديز حاليا وعم بطلع بشكل كبير، وأنا شخصيا من تعامل بالبرايفت الموضوع لا خليه ببالك، في شيء اسمه سيندروم أوف ريكومندد بيشنت، المريض الريكومندد، والدك، والدتك، أخوك، أختك، مش أول يوم تروح تجيبه والله بدي أعمل له امباكتد ثيرد مولر سيرجري، لا الحياة مش هيك. حاول تبدأ شغلات بسيطة، حاول تتعامل مع ناس مش علاقتك فيهم درجة أولى من البداية،
يمكن يعطيك لقدام أحسن ودافع أحسن، بس مش من البداية. ليش؟ لأسباب كثير طويلة، يعني ما عندنا مجال في الوقت إني نشرحها بشكل كامل. مش غلط تعمل لحدا من أهلك، من قرايبك، كلاس 1 كلاس 2 ريستوريشنز بشكل عام، بس سيرجري على سبيل المثال، والدك بتعرف عنده مشاكل صحية، والدتك عندها مشاكل صحية، مش من البداية تتشجع وتقوي قلبك. أنا حالياً إلي بالقطاع الخاص فترة، وإلي أكثر من عيادة، وإلي أكثر من شغل، لحد الآن إذا بدي أجي أخلع لأبوي إيدي بتصير ترج. فالسندروم هاي موجودة وحقيقية واقعية. النقطة الثانية السوشيال ميديا. السوشيال ميديا حالياً عامل مهم بتحصيل المرضى، وأثبتت يعني جدارتها بنسبة معينة خصوصاً من السنوات السابقة. في أكثر من جروب أتوقع دكتور حازم راح يشرح عنهم، اللي هو موضوع بتكنو أسنانك أحلى، وفي شير بيشن. الجروبين هذولا أنا بالنسبة لي من أيام 2016 كانوا موجودين، وكان لهم دور كبير بأنه يوفروا مرضى. أي نعم مش عدد كبير، بس على الأقل السوشيال ميديا عم بتوفر لي مريض بيني وبين طالب ثاني، مريض ما بيناسبه يوم الأحد بيناسبه يوم الاثنين، بحاول أبدل مع مريض ثاني، وهكذا بتمشي الأمور. العيادات دائما في مرضى موجودين بالعيادات. العيادات بحب أؤكد هاي، دائما كانوا يجون الطلاب فيها بآخر الفصل. العيادات مش بس العيادات اللي موجودة بشارع الدفاع، في مرضى دائما موجودين في عيادات الماجستير، وكل يوم في عيادة ماجستير معينة، وكل يوم بيجينا حالات معينة إحنا بيكون بالنسبة لنا بيقدروا يشتغلوها البكالوريوس، وإحنا أساسا ما في مجال الطلاب الماجستير يكونوا قادرين هم يشتغلوها. فأنتوا مش غلط يكون لكم طلاب برضو على عيادات الماجستير، سواء اللثة اللي هي بنفس عيادة اللثة العادية، سواء عيادة التركيبات، عيادة الجراحة، عيادة على سبيل المثال الأطفال، ممكن تلاقي فيها. العيادات اللي أساسية اللي ممكن تلاقي فيها مرضى أو منبع المرضى دائما هي الاستقبال برقم واحد. الاستقبال راح يحول لي هلا الاي تي ولا الفحص الأولي، بالتالي الفحص الأولي هي العيادة اللي ممكن ألاقي فيها مريض معمول له تشخيص بشكل جاهز، ما أستنى الطبق يجيني جاهز. بمعنى مريض على سبيل المثال أنا عندي بعرفه وبدي أجي أعمل له تشخيص أو أعمل له كلاس 2 وعندي العيادة الأسبوع الجاي، عادي ببني علاقة مع طلاب الامتياز كلهم أكيد متعاونين، عندي مريض في مجال تعمل له فحص، تعمل له الفحص، بدل ما يأخذ المريض موعد بعد أسبوعين وثلاث أسابيع بس للفحص، أنت بتختصر على حالك أسبوع ممكن تشتغل له. فبالتالي حاول تكون شوي حرك، حاول شوي تفهم كيف السيستم بيمشي بالعيادات بشكل عام، المرضى وين بيكونوا موجودين، المرضى دائما موجودين، لكن في مرضى معينين رح نذكرهم لقدام، لا هذول حاولوا من الآن إنك تجهزوا لهم. التعامل مع المرضى، نرجع نحكي أنت بتتعامل مع كيان كامل، مع بني آدم بشكل كامل، ما بتتعامل مع شغلات معينة فيه، فبالتالي تنسيق المواعيد جدا مهم. ما يجيك مريض وانت بتتكلم معاه تحكي له والله احنا مواعيدنا راح تكون خمس مواعيد، مننا نعمل احنا الكمبليت دينشر على سبيل المثال، يجي عليك يحكي لك خلص تمام. اعرف واكد له انه احكي له انا دوامي يوم الاحد الساعة 9، ما تحكي له فقط الاحد. في ناس بالنسبة لهم اوكي الاحد بصير اروح للدكتور على الساعة 1، طب انا دوامي لما يكون الساعة على سبيل المثال بالنسبة لكم اظن حاليا في تنسيق عم بصير، بس ممكن يكون الساعة 1، كان دوامك الساعة 1 وإجاك المريض وصارت كثير بكل سنين بتصير. يجي المريض يوم الأحد اللي بعديه، والله الدكتور قال لي تعال. مين الدكتور؟ والله الدكتور طالب بسنة رابعة فلان لفلاني. وين الدكتور؟ طب الدكتور دوامه على 1 والمريض جاي على 9، ومرات على 8:30. طبعا المرضى بتحاولوا أنتوا دائما تعطيه موعد قبل حتى تضمن أنه المريض موجود، وهذا حقك أنك تعطي أنت يعني فترة زمنية كافية للمريض أن يكون موجود، على الأقل منه أنت بتنسق العيادة، بتجهز العيادة، بتتأكد المريض موجود، تأخذ الريكورد اللي ممكن يفيدوه قبل ما الأخصائي حتى يكون موجود. فبالتالي تنسيق المواعيد جدا قضية مهمة. اعرف المريضك قبل ما تبلش شغل فيه. برايمري امبريشن ما في داعي تأخذها لمريض على سبيل المثال وهو ما عنده قدرة أنه يظل موجود معك ويتابع معك خلال الست جلسات الجيات. بدك تنسق أنه أنت أسبوع إلك أسبوع لزميلك. ضروري جدا النقطة الثانية اللي بنكمل عليها الوضوح في خطة العلاج والوقت اللازم. والله أنا على سبيل المثال عم بعمل لمريض كلاس 1 وبدي أعمله جنبها كلاس 2 على الجهة الثانية، ضروري المريض يفهم أنه ممكن يأخذ العلاج هذا ساعة ساعتين وممكن يأخذ جلسة وجلستين. بحاول أشد، لكن أنت بالأخير بدك تحاول تطلع الشغل الستاندرد، الشغل البيرفكت بالأخير بالوقت المتاح لك.
ما في داعي مريض كومبليت دينشر بتصير عليها مشاكل دائما وكل سنه، مريض الكومبليت دينشر بيروح على الاخصائي، يا دكتور استعجل لنا بهالطالب ليش عم بتاخر علينا؟ ما بيكون الطالب بكل بساطه حكي للمريض انه الطقم الكامل ممكن ياخذ 5 إلى 6 جلسات. فهاي خليها ببالك. والنصيحه هنت على جانب، اتوقع دكتور حازم يحكيها، ما تدفعوا عن المريض، المريض عم بدفع إشي رمزي فخليه يدفع، لأنه هذا بيساعد في التزامك والتزامه معك. تسجيل كامل المعلومات المريض في الملف نقطة أساسية ورئيسية، وخليها بكل عيادة ببالك أنه أخذ آخر ربع ساعة لازم أسجل الريكورد، لأنه ممكن ببساطة أرجع أشتغل للمريض هذا. فخلي الريكورد موجود، ما تحكي أنا حافظها، لأنه أنت ممكن ترجع العيادة بعد أسبوعين شفت كثير عيادات كان عندك بالبيت شوية مشاكل ترجع مش حافظ ولا شيء. فالتسجيل مهم ورئيسي جدا. العمل تحت إشراف الأخصائي المسؤول، ما في داعي نهائيا تحكي والله أنا بعرف أخدر المريض خليني أخدره قبل ما يجي، تعطي للمريض آي دي المنطقة هاي يبطل فيها يحس نهائيا، تلغي من عنده، يجي عليك الدكتور يحكي لك لا والله هاي سب جنجيفال ممكن يكون الكيريز فيها، خلينا نحولها للطلاب الماجستير. فأنت ما بتعرف تحكي للمريض أنا خدرتك ليش، ولا بتعرف تشتغل له، بتصير تلاقي اي حجه. ما في داعي توصل لهي الناحيه، ما في داعي تخلع على مريض ويكون الحاله كومبليكيتد وتحكي لها عادي كلها شغله بسيطه. لا، خذ استشاره الاخصائي، انت مكان حاليا مسموح لك الغلط فيه لحد معين، فاستغل الفرصه واستفيد. انت بمكان مش متوقعين اي شخص موجود انك تكون انت يعني الاخصائي المسؤول بالعياده، لا انت موجود حتى تتعلم، فاشتغل تحت اشراف الاخصائي راح يكون افيد لك. الريكويرمنت بشكل عام، والريكويرمنت بدي أكد بس على الشغلات الرئيسية والأساسية اللي هي حاول تدبرها من الآن، اللي هي النقطتين الأولى. البروستو أبر أند لور كومبليت دينشر، هذا راح تعمله بالفصل الأول. شو أنا محتاج بالمريض؟ ما في داعي مريض حاليا يحكي لك والله ضايل عندي سن أو سنين أو عندي 3 4 أسنان، تروح تحكي له إخلاهم بعمل لك على الفصل الأول، ما راح تلحق. بدك أتليس 2 لـ3 أشهر، إذا كان الدكتور متعاون معك، ما كان متعاون راح يحكي لك بدي 6 أشهر. فحاول من هسه تدور على مريض ابر اند لور كومبليت دينشر ويكونوا فولي ايدنشلس بالابر واللور، ما عندهم ولا اي سن. واكد 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 انه ما يكون في عندهم ريمينينج روت. ليش؟ لانه بيجيك مريض الحياه حلوه بالسكندري امبريشن بتاخذها، اخ والله يا عمي هون في الم. طب ايش في يا عمي؟ ما في شيء، بتروح تصور بتلاقي في ريمينينج روت لللور ثيرد موجود بالمنطقه. فمش غلط تكون توديه حاليا طلاب الامتياز مداومين عندك كومبليت دينشر، ودي بس as a diagnosis. انت كون موجود احكي مع طالب من الامتياز اذا بتعرفه، مروح اتاكد انه هل فعلا هذا بيصلح الي. اكيد الاخصائي المسؤول له نظرته، هو اللي راح يحكي لك او لا والقرار النهائي، لكن انا يكون عندي دائما باك اب. فابر اند لور كومبليت دينشر حاول حصلها من الان، وحاول تحصل مريضه مهمه جدا. الشروط تاعيته بسيطه، ما يكون عنده اسنان، يكون فاقد اسنان وخالي اخر سن من فتره كبيره، ويفضل يفضل يفضل الحالة دائما تكون بسيطة أو مقبولة، لأنه الحالات الصعبة لا تقبل. بمعنى في حالات resort dredge، هاي كيف ممكن تعرف أنه الحالة هاي ممكن ما تنقبل؟ شوف مريض عنده طقم لمدة 10 أو 15 سنة وبيقول لك حاليا مش مرتاح عليه أو بدي أغيره، هذا يعني ريد فلاج خلينا نسميها. ليش؟ لانه هذا معناه انه غالبا اللور ريدج صار فيه ريزوربشن، لدرجه انه حتى اللور دينشر اللي المريض عامل عليه ادابتيشن 10 و15 سنه مش عم بزبط معه. فهذا ريد فلاج انه يحكي لي انا هذا ما راح يقبل لي اياه الاخصائي المشرف، فخليني اشوف شيء ثاني ممكن يفيدني بطريقه اكبر. الكونز ريستوريشنز بشكل عام كلاس 1 كلاس 2، هذا اللي مهم عندي. root canal treatment I think إنه الموجود عندكم أنتوا يكون بس single root وsingle canal تحديدا، يعني بيعتمد على الأخصائي المسؤول أيضا من هاي الناحية. بيريو سيرجري بيدو راديو رح أخليها للدكتور حازم، هو رح يشرحها بتفصيل أكثر مني، لأنه requirement بشكل عام تختلف من سنة لسنة وبتختلف من مشرف لمشرف، فهاي نقطة رئيسية ضرورية. الجروب والبارتنر، البارتنر ما راح اشرح عنه لانه فهمت يبدو عندكم في تغيير موضوع البارتنر بخلاف الموضوع اللي كان موجود، بخلاف النقاط اللي كانت موجوده زمان. موضوع البارتنر عندنا، موضوع البارتنر كان شيء اساسي، حاليا موضوع الكورونا غير كثير بهالدنيا وكان من هالبارتنر. الاهم من البارتنر شيء اسمه الجروب. هسه البارتنر اي نعم احنا بالنسبه لنا بضل معنا طول العمر،
أنا البارتنر تبعي خلص معه من 5 سنين ولا يزال هو شخص بعرفه وصاحبي، ويعني تعاوننا دائما موجود. الجروب برضو إشي راح أضلك متذكره طول العمر، إنه هذا والله كان ابن جروبي، هذا كان معنا بالجروب. التعاون مهم جدا وأساسي، ليش؟ لأنه المصلحة متبادلة راح تكون. إذا الجروب على سبيل المثال، وهي على جنب خلوها، عندنا ريكويرمنت السيرجري 8 أسنان، كان كل جروب والله على سبيل المثال خالع 7 أسنان، فالكل وضعه طبيعي. بس ما يكون عندي شخص على سبيل المثال خالع 20 سن وشخص ثاني خالع سن واحد بدون تنظيم. خلينا أكد، في ناس راح تتعب وتدور على مرضى، بالعكس هذا الإشي الصح وهذا الإشي اللي لازم ينعمل. بس إذا ماشيين على الدور على سبيل المثال، وطالب مش مشتغل غير واحد لسبب ظرف معين ما داوم بعيادة أو عيادتين، فالمفروض الجروب يحاول يكون متعاون بطريقة أو بأخرى. الكوزات، تنظيم الامتحانات، على سبيل المثال البيدو على ايامنا والبريو اظن حاليا بالفتره الحاليه نفس السيستم موجود، في عندكم شيء اسمه سكيلينج تيست بيكون باخر الفصل. مهم جدا التنسيق المواعيد، متى يعملوه، شو الوقت اللي بناسب الجميع، راح يكون بنفس وقت العياده، بس هل كل جروب جاهز؟ هل كل جروب عامل والله الريكويرمنت؟ أي نعم إحنا ببيئة تعليمية ومهم جدا تستفيد وتعمل وتشتغل، بس برضو الجروب معنا مهم جدا يكون سوا وتكون علاقتنا طيبة ما يكون فيها مشاكل. ومشاكل الجروب هي من أكثر الأشياء المزعجة بسنة رابعة وخامسة حقيقة، يعني خلوها ببالك، خلوا الجروب دائما قدر الإمكان يكون متعاون، الجي آر يكون ملطف الوضع، يكون علاقتكم طيبة مع بعض وما يكون في مشاكل بيناتكم. التعامل مع الدسبنسري بشرح بسيط جدا، الديسبنسري هو بالأخير هو عبارة عن موظف بيقدم لك خدمة معينة لحتى يأخذ راتبه بآخر الشهر. ما تتوقع إنه الديسبنسري العيادة بتخلص حسب القوانين الجديدة على سبيل المثال 3:15، وهو لازم المفروض يطلب منك المواد الساعة 3:45، إنه والله المريض صار عنده كومبليكيشن خليني بس ضايل له حشوة أعمل له إياها الساعة 2:30، ما تتوقع يكون متعاون معك. بالمقابل أنت حاول تكون علاقتك معهم طيب قدر الإمكان، حاول قدر الإمكان أنك تكون متعاون، تكون متفهم، وما تكون بأي صدام موجود معهم إلا من خلال الأخصائي المشرف. أنت مش مخول تعمل مشاكل معهم، الأخصائي المشرف هو اللي له الأحقية اعمل كذا أو ما تعمل كذا، فما في داعي لأي مشاكل معهم. بالمقابل الدسبنسري مش هم دكاترتك اللي لما تروح تحكي له بدي أعمل والله كلاس 2 يعطيك كل المواد. ممكن تروح عنده تحكي له والله بدي اعمل كومبوزيت، يعطيك الكومبوزيت، تروح تحط الكومبوزيت هوب طب يطلع المريض ولا الحشوه واقع على طول. ليش؟ لانه غلطك كان ما طلبت الاسيد اتش، ما طلبت البون، ما طلبت على سبيل المثال الكلامب الصحيح للربر دام، ما طلبت والله الماتريكس الصحيح اللي ممكن ينشغل. هاي وظيفتك انت مش وظيفه الدسبنسري، فاذا صار يوم غلط تحمل انت مسؤوليته. إيش ما يعطيك الدسبنسري مواد شو ما كانت اطلع عليها وتأكد إنه هي فعلاً المادة المطلوبة أو لا. طلبت كومبوزيت شيد A2 على سبيل المثال، اطلع عليه هل فعلاً اللي أعطاك إياه A2 ولا هو مخربط ولا إنه عجقة صار عنده أعطاك إياه A3 وأعطاك إياه على الورقة وحكى لك تفضل. هاي مسؤوليتك بالنهاية بتكون موجودة. الحالة بتطلع عندك بيرفكت بس الشيد فيه مشكلة، فبالتالي كل الحالة صار فيها مشكلة. فينيشينج ديسك، وظيفتك انت تعرف شو الترتيب الفينيشينج ديسك. والله مش ابلش على سبيل المثال بالابيض والاصفر ولما اجي انهي بالاسود والمريض بعد اسبوع يصير عنده ستينينج شرب قهوه والسيرفس رف وتغير اللون. هاي وظيفتي انا مش وظيفه الدسبنسري. انا مهمتي اعرف هاي الشغلات، المشرف راح يساعدك بالموضوع بس هي بالاخير هي مسؤوليتك. لهيك بقول لك الحياه اختلفت عندك، حاليا انت شخص تتحمل مسؤوليه مريض. اي نعم الاخصائي هو مشرف عليك بس برضو كمان انت لازم تتحمل المسؤوليه اللي موجوده. سخنت الواكس، سخنت الكومباوند، الامبريشن كومباوند اللي هي بدك تاخده فيها البرايمري امبريشن، سخنتها وكانت المي كثير حاميه وهي اساسا يعني زي اللي ذايبه كانت ورحت حطيتها بثم المريض وحركته. طب هذا مش غلط لا الديسبنسري ولا الاخصائي المشرف، هذا انت المفروض تكون عارف عنه وقارئ عنه ومطلع عليه ولو فيديو قصير على اليوتيوب. تجهيز العيادة على فكرة ما بأخذ أكثر من نص ساعة. إحنا قبل الماجستير قبل السنة الثالثة أنا خلصت قبل فترة قصيرة قبل العيادة بجهز، ما فيها عيب بالعكس الواحد بضل يتعلم. لحد الآن بتجينا حالات بالبرايفت منك ترجع وتتعلم وتقرأ عنها، وراح أضلني طول العمر أعمل هذا الإشي. ما تتخيل بيوم أحكي أنا ختمت العلم،
تخرجت بكالوريوس انا خلص اعطيني اي مريض انا بشتغله، لا ابدا، انت لازم تضلك تتعلم. نصائح عامه بشكل سريع، التحضير للعياده حكينا عنه، امور مهمه جدا خصوصا في الحالات بتواجهك لاول مره. اعرف شو المريض اللي عندك موجود بكره، والله عندي بكره كونز كلاس 1، بدي اعرف بالبدايه اول شيء شو البنج اللي بدي اعطيه، كميه البنج اللي بقدر اعطيه، الميديكال هيستوري تاعت المريض اذا قدرت احصلها ممتاز، شو الميديكال كومبرومايز، شو الشغلات اللي النصائح اللي ممكن اخذها قبل ما اشتغل، بمسك ورقه وقلم وبكتبها زي ما حكينا بالنقطه الثانيه، ملخص للخطوات كامله للحاله القادمه، شو المواد اللي بدي احتاجها، والله بدي اعمل كلاس 2 بدي اروح على طول اطلب من الدسبنسري، بدي هاي سبيد، بدي لو سبيد، بدي فيشر بير على سبيل المثال، بدي راوند بير يكون حجمه متناسب مع الكافيتي اللي موجوده عندي، مش يكون والله الكافيتي عندي على سبيل المثال كلاس 5 كبيره ولا كلاس 1 كبيره واروح اجيب اللو سبيد الراوند بير اصغر واحد، ما راح يكون له فائده عندي بشكل اساسي، هاي انت بدك تتعلمها وتعرفها. بدي اشتغلت وعملت الكافيتي بدي اعرف والله انا شو الشيد، كيف اخذ الشيد، اساسيات كيف اخذ الشيد، انا ما بدي اخذ الشيد بالبيرفكت بس اساسيات اخذ الشيد، كيف عملت اسيد اتش، قديش المفروض احط الاسيد اتش، شو الماتيريال اللي بستخدمها بالاسيد اتش، هاي الشغلات انتوا عملتوها بالسنه الثالثه بس حاليا انت عم تعمل لمريض حشوه المفروض تدوم معه سنين، فاي غلط ممكن ياثر على ديمومه هاي الحشوه. والله على سبيل المثال عملت للمريض الكافيتي واجيت بدي احط له الاسيد اتش، وبعد ما حطيت له الاسيد اتش تذكرت ان انا بدي احط الربر ده، هاي نقاط كلها بدي اخلي ببالي، خطوات بكتبها 1 2 3 شو بدي اعمل لحتى ما انسى، خصوصا اول مره ممكن تاخذ مني كلاس 1 ريستوريشن ساعتين ونص عادي جدا، بعد سنه ممكن تاخذ مني ساعه عادي جدا، بعد سنتين ممكن تاخذ مني نص ساعه، شوي شوي بتتعلم ما في اي مشكله. اعطاء كل مريض حقه كما لو كان والدتك او والدك، المريض انسان اعطيه حقه لحتى تضلك حتى للمستقبل تعطيه حقه. التعلم والاعتماد على الذات وليس فقط على المشرف، عدينا على هاي النقطه وحكينا عنها، الخطا وارد الحدوث، ممكن يصير اخطاء، ممكن وانا اشتغل يصير بيرفوريشن، ممكن وانا اشتغل يصير بروكن فايل، لحد الان ما في اخصائي، ما في حدا بنحكي له بيشتغل عنده ولو خبرته 20 سنة وما بكسر له فايل بهالسنة، لازم يكسر معك الفايل، هذا إشي ممكن يصير، هاي كومبليكيشن طبيعية، بتشيل الكيريز والله وصار عندي بلب اكسبوجر، اوكي في اسباب بقدر اقللها بس ممكن واردة الحدوث، فالخطأ وارد لكن اعرف متى توقف، في اخصائي موجود، في مشرف موجود، هو الاعتماد عليه. فحسيت في عندك مشكلة ما تخجل نهائيا انك تروح تسأله، وما تتخيل اذا صار كومبليكيشن انه والله هو معلق لك المشنقة هالدكتور وبس يصير عندك مشكلة بده يعلقك عليها، لا بالعكس، اتعلم حاليا احسن ما تغلط لقدام، اغلط وانت طالب احسن ما تغلط وانت طبيب في عيادتك الخاصة. هذا ما عندي وشكرا جزيلا لكم وشكرا على الاستضافة. الله يعطيك العافية دكتور بكر. بتحب نفتح مجال للأسئلة حالياً عن الجوانب اللي حضرتك غطيتها؟ اللي مناسب وما في أي مشكلة. تمام، خليني أنا أفتح مجال للأسئلة، بس يا ريت إنه اللي حابب يسأل يعمل ريز هاند عشان ما تصيرني خربطة. الأمور تمام، حدا عنده أي سؤال؟ تفضلي رهف، اعملي أنميوت يزبط من عندك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا أهلا. بدي أسأل شو أهم الأشياء اللي نراجعها من 3 سنوات اللي رفضت ونركز عليها يعني خلال فترة الشهر اللي جاي قبل ما نبلش كلينيكال؟ هسا كل عيادة طبيعي جدا انك ترجعي تراجعي كل اشي مختص بالعيادة هاي، بس في شغلات اساسية مثلا الكمبليت دينشر مهم جدا تراجعي شو خطوات عمل الكمبليت دينشر، لحتى في اول عيادة بلشنا في اخصائيين كثير واحنا مثلا كان الموضوع موجود على دورنا انه الاخصائي اول يوم يجي عليك يحكي لك هاي في مريض كمبليت دينشر يلا بلش معه، فالاكزامينيشن تعمل له اياه، فمهم جدا تكون عارف الاكزامينيشن لمريض الكمبليت دينشر،
مهم جدا تعرف شو الكلاسيفيكيشن اللي موجود، على سبيل المثال بالهارت بلت للبيشنت مهم جدا تعرف ايش الكلاسيفيكيشن. ما بدي تعطيني سبيسيفيكيشن، بس برضو كمان يجيك مريض كومبليت دينشر يحكي لك هذا الدكتور والله هذا نايف ايدج ولا لا، هذا فلابي ريدج ولا لا. ضروري تعرف بس يعني الاساسيات اللي موجوده، ضروري تعرف شو الخطوات الاساسيه للشغل، مثل امبريشنز بشكل عام رقم واحد، رقم اثنين البنج بشكل عام كيف بدي اعطيه، كيف بدي اعمل السمبل اكستراكشن، شو الخطوات. انا والله ببدا اجاني والله فول ماوث والدكتور حكى لي بلش، ابلش بالابر قبل ولا باللور، ابلش بوستيرير قبل ولا الانتيرير. فالشغلات الاساسيه حكينا عنها، موضوع الامبريشن، موضوع شو العياده الاولى بكل شيء بدي اشتغلها اللي هي البنج، الاكزامينيشن سواء للكونز او سواء للسيرجري، الميديكال كومبرومايز. مهم جدا تراجع الشغلات الاساسيه، مريض الضغط، مريض السكري، هذا راح تتعامل معه طول العمر، فاعرف شو الامور اللي لازم اخذ الحيطه فيها، شو الادويه بشكل عام المتعارف عليها، برضه مش غلط تكونوا عارفينها. اكثر من هيك لا، بفضل تكونوا موجودين ضمن العيادات لحتى تتعلموها اكثر. هاي الشغلات الاساسيه اللي المفروض تجهزوا لها. تمام دكتور، شكرا لك. اهلا وسهلا. واضح الامور عندكم؟ تمام التمام. اوكي تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أنا سعيد جدا بتواجدي معكم في هذا اللقاء. طبعا كلام اليوم هو خلاصة للتجربة اللي احنا مرينا فيها، وزي ما حكى لكم الدكتور بكر العيادات بشكل عام دوامها أو هاي السنة الرابعة والخامسة دوام حلو ممتع، خاصة أنه أنت رح تبلش تطبق كل شيء سويته أو كل شيء تعلمته بالنظري، رح تبلش تتعامل مع مرضى، رح تبلش تتعامل مع دكاترة، تحول كيسز، تستقبل كيسز وكل هاي الأمور، فرح تتكون عندكم ذكريات ولحظات جداً حلوة ورائعة. طبعاً في بعض الشغلات راح أعيد عليها سريعاً أتكلم عنها الدكتور بكر، وفي بعض الشغلات راح تكون جديدة. في البداية أنا راح أتكلم عن طبيعة الدوام، ممكن تعرفوا هاي الشغلات ممكن تكون جديدة عليكم الله أعلم. إحنا في عنا مركزين، مركز شارع الدفاع له عيادات معينة، العيادات الموجودة في شارع الدفاع هي عيادة الكونز، عيادة البروستو والدياغنوسز وسيمينار الراديو. في المقابل في عندي أنا عيادات داخل الجامعة اللي هي عيادة السيرجري، عيادة البيدو، عيادة البيريو والأورثو. الآن ليش أنا بلشت بهاي التقسيمة؟ لأنه في دائماً مشكلة بتصير معنا لما نحكي للمريض أنه مثلاً موعدك يوم الأحد، تعال يوم الأحد، وبتكون مأكد عليه المكان والعنوان والساعة وكل إشي، وبالأخير بتلاقي المريض بيحكي لك أنا صرت في الجامعة. فهاي النقطة جدا مهمة أنه أنتوا تكونوا أولاً عارفين العيادات وين أماكنها، والنقطة الثانية أنه تأكد على المريض وين العيادة وموقعها، وحتى لو تبعت له اللوكيشن وتأكد عليه، لأنه المريض يعني ممكن بينسى، وفي مرضى بتيجي من مناطق بعيدة، فلازم تكون واضح بهاي الأمور. هاي أولاً. اثنين، بالنسبة لمدة العيادة زي ما حكى الدكتور بكر، عيادة الكونز هي يعني قمة الهرم، هي أكبر شيء، هي عليها من ناحية عدد ساعات ووزن في العلامات هي أكثر شيء، من ناحية مدة العيادة هي أكثر شيء، فتقريباً بيعطوكم 3 ساعات، من ساعتين ونص إلى 3 ساعات، هي أكبر يعني مدة تشتغلوا فيها. بعدين بيليها البروستو تقريباً، تأخذ وقت على حسب التريتمنت. في المقابل بقية العيادات فهي تعتبر نوعاً ما سياحة وسفر، يعني السيرجري بمجرد ما تخلص الخلع أنت هيك free to go. البيدو نوعاً ما بتطول فيها، ساعة ونص ساعتين ماكسيمم. البيريو نفس الشيء، الأورثو نفس الشيء. طبعاً الأورثو أنت عندكم مختبر وليست عيادة، عندكم لاب أورثو، برضو ما بتطولوا فيه كثير. النظام القديم على وقتنا كان عبارة عن ملفات وفي أوراق بدك تعبيها، الإكزامينيشن شيت والشارتنج وكل هاي الأمور، أنتوا طبعا كلهم استبدلوهم بنظام إلكتروني، وأتوقع راح يشرحوا لكم عنه الأيام الجاية. طبعا مثل ما بتعرفوا في سنة رابعة أنتوا بتداوموا، في قدامكم سنة خامسة، طلاب سنة رابعة بيداوموا بعد الظهر، وعيادات سنة خامسة بتكون الفترة الصباحية، بتبلش عيادتكم يا إما 12 ونص يا إما واحدة، وبتستمر للثلاثة ونص أربعة ماكسيمم. طريقة تقسيمة العيادات على حسب الجروبات، أنتوا الآن متوزعين على جروبات،
مثلا انا كنت جروب رقم 6، جروب رقم 6 راح يداوم يوم الاحد كونز، ثاني يوم راح يكون عنده دايجنوسيس، يوم الثلاثاء راح يكون عنده اما لاب اورثو او بيدو، يوم الاربعاء بيكون عنده سيرجري او بيريو، يوم الخميس بتكون بروستو. فالملاحظ من هون انه الكونز والبروستو بشكل اسبوعي راح يكون في عيادات، اما البيدو والبيريو والسيرجري بتكون كل اسبوعين مره واحده فقط لانه بالتناوب، مش دائما بيكون في عندك سيرجري كل اسبوع. اوكي، وزي ما حكى الدكتور بيكون في عندكم في كل عياده من مشرفين الى 3 مشرفين، علما بانه واحد منهم بيكون من خارج الجامعه، يعني ما بتعرفوه، بيكون جاي من وزاره الصحه، بيكون جاي من الجيش، ممكن يكون جاي بار تايم الى اخره. الان انا هون في عندي نصيحه جدا مهمه، اللي هو انك لازم تتعرف على اطباع الدكاتره. الدكاتره هذول المشرفين عليك ما رح يضلوا معك طول الفصل، يعني مثلا اول اسبوعين 3 اسابيع بيكون عليك دكتور طاهر العمري، بعد 3 اسابيع بيتغير بيجي عندكم احمد قدومي، وهكذا كل فتره بيتغيروا الدكاتره. مهم جدا تعرف اطباع الدكتور. هذا الدكتور المشرف عليك في شغلات بتضايق منها، في قوانين مثلا بيحب يمشي عليها، في نظام بيحب يمشي عليه، خاصه في دكاتره زي مثلا قلت لكم دكتور احمد، دكتور طاهر، دكتور رامي، هذول الدكاتره يعني بيحبوا الطالب اللي فاهم اللي دارس اللي عارف شو بيعمل، كثير بينبسطوا منه وكثير بيساعدوه في العلامات وبتصير صحبه بينك وبينه. في دكاتره راح تلاقوهم خاصه اللي بيجوا من برا الصحه والجيش مش سائل عن الدنيا، ما بيهتم كثير، خلص هو جاي يقضي هالوظيفه ويمشي، فما بتلاقي ما يعني بتلاقي ما بياخذ ويعطي معك كثير، ممكن ما يفيدك كثير، او ممكن يجي يشتغل عنك الشغل كله ويخلص نفسه. فديروا بالكم ولازم تعرفوا كل دكتور وكيف طبعه عشان يعني لمصلحتكم. طبيعي في اول فصل لكم رح يكون عندكم شعور بالخوف والرهبه، وهذا الشيء رح يبلش تدريجيا يخف او يقل في الفصل الثاني. لاحظوا هون انا بين قوسين كاتب او حاطط الكونز في كفه وباقي العيادات في كفة أخرى، لأنه الكونز رح يكون فيها تخدير، رح يكون فيها شغل بالهاند بيس، رح يكون عندك وقت معين، رح يكون في عندك ريكوايرمنت بدك تلحق تخلصه، ففي ضغط، في أكثر من ضغط، في أكثر من عامل، عامل الوقت، عامل الريكوايرمنت، عامل طبيعة الشغل نفسه، فرح تلاقي رح تكون خايف منها أكثر شيء. باقي العيادات أنا بحكي لكم جدا تكون سهلة وبسيطة وسياحة وسفر. السيرجري جدا سهلة، البروستو كمان كثير سهلة والدكاترة متعاونين، يعني ما في ما وراك إشي، الشغل كله بيخلص بساعة ساعة ونص ماكسيمم، وهكذا بقية العيادات ما بيكون في ستريس زي الكونز. عشان هيك الكونز هي العيادة اللي بدك تكون مجهز إلها بشكل جدا ممتاز. عشان هيك أنا النقطة الثانية كاتب استغلال كل عيادة بأفضل طريقة لإنهاء المتطلبات. حاول يعني كيف بدي احكي لكم، انا مرات كنت اجي اشرف على الطلاب الاقيهم في عياده الكونز اللي هي اهم عياده وكل دقيقه فيها مهمه، قاعد يعمل لي اكزامينيشن لللنف نود، وقاعد يسال المريض اسئله كثير، واكزامينيشن للمسلز ومش عارف ايش، يعني بتضيع وقت العياده بشغلات حاليا مش مفيده. تمام، في عياده الكونز بهمك انت تجيب المريض تعرف شو الاكزامينيشن سريعا، شو عنده، شو المشكله، الشيف كومبلين، هيستوري اوف شيف كومبلين، شو الدياجنوزز اللي انت وصلت له، وعلى اساسه تكلم الدكتور يجي يشوف الحاله يعطيك الابروفل وتبلش شغل. ما تضيع وقتك باحاديث جانبيه ويلا احنا زي كانه، والله انا كنت اشوف الطلاب يعني زي كانهم رايحين رحله، رايح العياده كانه رايح رحله ويحكي مع هاد ويضيع وقت مع هاد، فابدا ما بيكون عندك وقت، خاصه في عياده الكونز. باقي العيادات تسوي شو ما بدك، بس عياده الكونز جدا مهمه. طيب بالنسبه للتحضير راح اجي لهي النقطه كمان شوي. طيب في شيء عندنا في سنة رابعة وسنة خامسة شيء اسمه المساقات المتصلة، مواد بتبلشوا فيها بسنة رابعة الفصل الأول وتستمر معكم للفصل الثاني بنفس المنسق بنفس كل شيء. تمام، زي البروستو، السيرجري، الكونز، الأورثو، البيريو، البيدو، الدياجنوسيس، هذول مساقات متصلة، يعني الامتحان الميد تاعهم بيكون في آخر أو في نهاية الفصل الأول هذا الميد، والفاينل بيكون بالفصل الثاني في آخر السنة. هاي المساقات المتصلة. المساقات المنفصلة اللي هي انك بتاخدها بفصل واحد وبتنتهي منها بنفس الفصل، زي مثلا الفيكست، زي الابديميولوجي، علم الاوبئة، الاورال ميديسن والبريفنتيف، هدول تاخدوهم بالفصل الموزعين بين الاول والثاني. انا هون حاطط لون احمر على البروستو والكونز نظرا
لأنه هدول المواد أو هدول المادتين عليهم عدد ساعات كبير، تقريباً 7 ساعات لكل مادة، تمام؟ فالكونز تقريباً لحالها بتعادل الفيكست وعلم الأوبئة أو أورال ميديسن مع بعض. الآن راح أجي أتكلم عن العلامات، مصادر الدراسة، كيف إحنا نيجي ندرس لهاي لهاي العيادات. عندنا التفاريغ المصدر الأساسي اللي كلكم تدرسوا عليه تقريباً، في عندي articles، في عندي شباتر من الكتاب مرات الدكاترة بيعطوكم إياه، وفي عندي السلايدات. طيب بالنسبة للعلامات، راح تلاحظوا إنه توزيعة العلامات في السنة الرابعة والخامسة تختلف عن سابقتها من السنوات. أنت هون بلش يصير في عندك requirement، يعني متطلبات، مطلوب منك بالكونز عدد معين من الحشوات، عدد معين من العصب، مطلوب عندك بالسيرجري عدد معين من الأسنان اللي تخلعها، في البروستو عندك شغلات معينة، فصار في requirement وعليه علامات اللي هو شغلك في العيادة. في عندك امتحان الميد والفاينل، في عندك مرات بصير يعمل كويزات، خاصة هلأ لما يعني السنة الماضية كانت أغلبها أونلاين فكتروا من الكويزات، حضور وغياب إذا في محاضرات. في شيء اسمه competency اللي هو عبارة إنك طبعا هذا بيكون بالفصل الثاني، بكير إنه أحكي عنه هلأ، لكن سريعا إنك تجيب مريض وتمتحن عليه، مثلا عليك امتحان بكلاس 2 من غير ما يساعدك المشرف، من غير ما يعطيك أي تنبيهات، بتعملها من A to Z وبتتقيم عليها. وفي مرات بيطلبوا منك كيس ريبورت، إنك تعمل ملف PDF أو PowerPoint تشرح فيه عن حالة معينة اشتغلتها. فمش كل المواد رح يكون فيهم نفس هاي التقسيمة، في مواد ما بتطلب كيس ريبورت، في مواد ما فيها كومبيتنسي، ففي تنويع بحيث هاي التقسيمات على حسب المادة. زي مثلا هاي أخذتها من دفعة مسك لمادة الكونز، الفصل الأول تقسيمة العلامات مثلا 20% على شغل العيادة، 20% فقط على امتحان الميد، امتحان الميد بيكون من 20، تخيلوا يعني فرق عن زمان. بعدين على الفاينل بيصير في عندك امتحان الفاينل عليه 40، وفي الكومبيتنسي اللي هو عبارة عن امتحان زي ما قلت لكم، امتحان بسيط، امتحان عملي بيكون من 20. هاي بشكل عام للكونز وغيره على حسب المادة. النقطة المهمة انه العلامات، انا بعرف اغلب الطلاب بيشغل باله في العلامات، بضل يحسب دكتور انا هون ناقص ابصر قديش، ودكتور انا هون رايح علي علامات، وهون انا راح ارسب، وانا هون مش عارف تجميعي، وانا هون مش عارف ايش، دائما شغلهم الشاغل العلامات. فنصيحتي لكم انك تكون حريص على كل قسم من هاي الاقسام، تطلع باقل الخسائر قدر الامكان، تكون مزبط الريكويرمنت، تكون مزبط في الكويزات، مزبط في كل هاي الشغلات، ما تنقص فيها، وبنفس الوقت ما تتعب نفسك في انك تضلك تفكر وتضلك تحسب وتعد وتشوف قديش ناقص وقديش بدك لتجيب الفاينل ومش عارف ايش. اشتغل من الاول انك تطلع باقل الخسائر، هاي نصيحتي لكم، لانه رح تصيبك توتر ورح تضلك تفكر وتشغل بالك في هاي الماده وهذيك الماده وابصر ايش، رح تتعب نفسيا ورح تحس بضغط. فنصيحتي لكم ما تضلك تشغل بالك في العلامات. بالنسبة للمرضى، تكلم أخونا حبيبنا الدكتور بكر عن موضوع، لكن في بعض الملاحظات عندي إياها. طبعاً من وين نجيب المرضى بيعتمد على نوعية المريض. مثلاً البروستو نحتاج إحنا مرضى كومبليت دينشر، من وين نجيبهم؟ في عندك إما على جروبات الفيس فيسبوك، لكن نوعاً ما صعب إنك تلاقي مريض كومبليت، ممكن من أقاربك، حدا بتعرفه كبير بالعمر، جدك جدتك إلى آخره. في ناس يعني أنا بدفعتي كان في ماليزيين، تخيلوا ماليزيين اللي هو ما بيعرف يحكي عربي قدر يحصل مريض كومبليت عن طريق إنه كان ينزل وسط البلد في إربد ويضل يدور ويقنع فهد ويسأل هاد حتى قدر يحصل على مريض كومبليت. فبدك شوي يعني تتعب. طيب فعندي أول شيء صفحات الفيسبوك، عندي مثلا جروب بالتكنو أسنانك أحلى، وفي جروب شير بيشنت. الفرق بين الجروبين، شير بيشنت هو فقط لطلبة الأسنان سنة الرابعة والخامسة والامتياز والماجستير، تتناقلوا المرضى بينكم، أنا عندي مريض فلاني مثلا، بروح بنزل على هذا الجروب إنه عندي المريض الفلاني الفلاني وهي صورته وهي بياناته ومعلوماته، مين بيحتاج اللي بيحجز بتعطيه. بالتكنو أسنانك أحلى هذا مفتوح لكل طلبة التكنو، وفي ناس من برا كثير، آخر فترة صارت كثير مشاكل عليه، فالدفعة راحوا عملوا جروب ثاني اسمه عيادات الأسنان التعليمية التكنو، فيكم أيضا تدخلوا عليه.
وتحصلوا مرضى عن طريقه. هاي الطريقة الأولى. أوكي؟ الطريقة الثانية ما تكلم عنها دكتور بكر اللي هو الدسبنسري والاستقبال. الدسبنسري صح إنه هم مكان بيزودك بالماتيريال بيعطيك أدوات، لكن بنفس الوقت لما يجي مرضى على العيادات وما يكون في حدا يستقبلهم بيروحوا بيسجلوا أرقام المرضى، خاصة البروستو. دسبنسري البروستو بتلاقي عندهم دفتر مسجل فيه مرضى الكمبليت، مرضى البارشل، كذا كذا كذا. خاصة هاي الفترة هلأ فترة الصيف اللي هو ما في حدا مداوم إلا الامتياز، بيجي كتير مرضى على العيادات يستفسروا، فبيروحوا بيسجلوا أرقامهم بيحكوا لهم نتواصل معكم بعدين. فبتروح تسأل الدسبنسري عندك مريض كومبليت، عندك مريض مثلاً RCT، عندك مريض كذا، ممكن يساعدك. هاي من ضمن الطرق. الأقارب والأصحاب أيضاً من ضمن الطرق، لكن غير مفضلة كثير زي ما حكى الدكتور بكر. في مكان سري مش الكل بيعرفه اللي هو ITU، اللي هو المكان الطوارئ، موجود في العيادات في إربد. هذا المكان بيشتغلوا فيه الامتياز فقط، ما بيشتغلوا فيه غير الامتياز. أي حالات طارئة بتيجي على المركز تتسجل أو بينعمل له examination وبتصور أشعة، طبيب الامتياز رح يعني يحل المشكلة ويقول له مع السلامة. أنت ممكن تداوم هناك كل يوم يومين، تروح على الـ ITU تسأل في عندكم مرضى كذا، في عندكم مرضى كذا، بدي مريض RCT، طب عطوني كذا. أنا يمكن بتذكر أيام سنة رابعة حصلت 4 مرضى RCT من الـ ITU. كان عندي صاحبي بالامتياز، قلت له أي مريض بتحوله لعندي مباشرة. فهاي هاي من ضمن الطرق. الطريقة الأخيرة واللي أنا بشوفها أفضل طريقة للحصول على المرضى هي طلاب الامتياز وطلاب سنة الخامسة. ليش؟ طلاب سنة الخامسة رح يبلشوا يعملوا علاجات مختلفة عن اللي أنتوا بتعملوها. يعني طالب سنة خامسة ما بده anterior RCT، ما بده مثلاً بالبيدو مثلاً، ما بده مريض يعمل له فلورايد، أو ما بده مريض يعمل له examination، بده مريض بالبيكتومي أو سوري بالباتومي أو سيرجري. فأنت شو بتعمل؟ بتروح بتداوم بالفترة اللي بيكون موجود فيها طلاب خامسة. أنا هيك شخصياً، أنا عم بحكي لكم عن تجربة شخصية، أنا نفسي كنت أروح أداوم مع طلاب سنة خامسة، أعمل علاقات مع خامسة، أعمل علاقات مع الامتياز، وحتى مع الطلاب الأصغر مني لأنه عارف لاحقاً رح أحتاجهم. فشو بيصير؟ بروح لعندهم بحكي لطالب سنة خامسة معلش أنا محتاج مثلاً حالة RCT، ممكن تورجيني إذا المريض تاعك عنده، لأنه مريض سنة خامسة أصلاً هو مش بباله يعني المريض شو عنده، هو خلص جايب عشان يشتغل شيء معين ومش همه بقية الشغلات. فأنت هون بتيجي بتستغل هاي الفرصة. أنا بحكي لكم كنت أمر على كل شخص سواء بعرفه ما بعرفه، أحكي له لو سمحت أنا طالب سنة رابعة محتاج حالة كذا، ممكن ألاقيها عندك في المريض، يدور كذا، والله عنده، خلاص بأخذ بياناته، بقدر يفحص لي إياه، بقدر أصوره أشعة. فبتريحك كثير. عشان هيك بحكي لكم أفضل طريقة لأنها مضمونة، أنت بتشوف المريض بعينك، بيكون في حدا قبلك شايفه يعطيك تفاصيل عنه، أفضل بألف مرة من الطريقة الأولى اللي هي طريقة الفيسبوك. طريقة الفيسبوك بيجي المريض بيقول لك والله أنا عندي وجع هون، ويأشر لك أو مش عارف شو، يكتب لك كلمات على الفيسبوك وأنت ما مش فاهم عليه شو بده، وصعب أصلا توصل لتشخيص من الكلام، ويصير يصور لك والصورة تكون مش واضحة، ويعني غلبة غلبة غلبة. هي مفيدة لكن بتغلب. الأفضل هي طريقة إنك تنزل بنفسك تسأل الامتياز، تكون علاقات إلى آخره. ما تنبلش ندور على مرضى، أنا برأيي قبل أسبوعين من بداية الدوام هو الفترة المثالية إنك تبلش تدور على مرضى، ما عدا مرضى البروستد بلش من هلأ لأنه صعب تلاقي بسهولة. طيب سريعا رح أمر على هذه الشغلات. طبعا لكل جروب في جي آر، الجي آر له وظائف معينة، الجي آر هو اللي بتواصل مع الدكاترة إذا في أي مشكلة، إذا في أي مهمات أو واجبات. في مرات الدكاترة بيعطوا مهمة للجروب فبتتوزع على الأفراد، الجي آر هو مهمته يوزع هاي المهام، بينقل الأخبار المهمة إلى آخره. الآن اللي بهمني هون أنتوا كبداية في الفصل الأول، انطباع الجروب جدا مهم عند الدكاترة. إذا الجروب كله مشاكل وكله حساسيات ومو شاطرين، مش محضرين، مش دارسين، ما بيعرفوا أي إشي، الدكتور خلص نفسيته تكتئب من أول ما يشوف هذا الجروب. فإنك تكون ضمن جروب في عمل جماعي متعاون، بيساعدوا بعض، بتتركوا بصمة جميلة عند الدكاترة، صدقوني الدكتور رح يرتاح ورح يعني يكرمكم بالمقابل. أوكي؟ هذا تكلم عنهم دكتور بكر. طيب الآن هون بالنسبة إلي هذا أهم إشي في كل ما سبق،
أهم شيء. وراح أحكي لكم تجربتي الشخصية. المطلوب منكم الآن راح تبلش تدخل على الفصل الأول، عندك عيادات موزعة بالأيام زي ما قلت لكم في بداية الشرح، إنه عندك الأحد كذا، الاثنين كذا، الثلاثاء كذا. شو تعمل أنت؟ أو أنا شو كنت أسوي؟ وصراحة اللي بيمشي على هاي الطريقة راح يرتاح. أنا ما كنت أدرس أي إشي خلال الأسبوع، يعني الأحد، اثنين، ثلاثاء، أربعاء ما كنت أدرس. كنت أجي يوم الخميس، جمعة، سبت، نهاية كل أسبوع أروح أفتح النوت، حتى شوفوا هاي النوت موجودة من 2019، أوكي، أيام كنت امتياز. بتروح على النوت على الملاحظات أو بتجيب دفتر صغير وبتبلش نهاية كل أسبوع شو عندي؟ والله عندي المريضة الفلانية وصالة التميمي مثلا، شو مشكلتها؟ بتعاني من كذا. طب شو رقم تليفونها؟ كذا. هل يوجد صور إلها عشان أتأكد إنه في تطابق بين الشيف كومبلين والإشي اللي تحكيت لي؟ نعم يوجد. وهكذا بكون عامل جدول. مثلا أم ريان عندها تنظيف أسنان وبدها تلبيسات، أنا ما بهمني التلبيسات، خلاص بركز على التنظيف، بروح بجيبها بعيادة البيريو وهي رقمها، تمام؟ طبعا ما حدش يروح ياخذ هذول المرضى. فهي طريقة جدا مفيدة. بتيجي انت بنهاية الاسبوع يوم الجمعة بتمسك بتحكي انه الاحد عندي انا كونز، فلازم يكون عندي مريض كونز، شو هو المريض، شو رقمه، في صور ولا لا. يوم الاثنين عندي مثلا عيادة بيريو، عندي مريض ولا لا. بتبلش تجهز للاسبوع التالي. كل نهاية اسبوع هذا راح يكون بشكل متكرر. كل نهاية اسبوع مريض سحب، بدي الاقي مريض بديل، وكثير مرضى بتسحب، تمام؟ فدائما كون منظم في شغلك، التنظيم هو أساس كل شيء. نهاية كل أسبوع بتبلش تحدد شو المرضى اللي بدك تشتغلهم الأسبوع الجاي، هاي أول شيء بما يتعلق في المرضى. نهاية كل أسبوع بدك تشتغل على الدراسة. كيف يعني؟ أنا إجيت يوم الجمعة مسكت الدفتر والقلم وحكيت إنه يوم الأحد عندي كونز، طيب شو المريض بده؟ بناء على هاي التقسيمة المريض عنده مثلا طاحونة يعني مولر وفيها بدها حشوة مثلا، أو مريض زي هيك عنده كلاس 3. أوكي طيب أنا عندي كلاس 3، بدي أبلش أحضر للعيادة، بدي أدرس الكلاس 3، كيف كنا نشتغل الكلاس 3؟ من الليبيال ولا من اللينجوال؟ طيب شو البير اللي أستخدمها؟ طب بس أخلص كيف أحط الربر دام؟ الويدج، كل شغلات متعلقة بالكلاس 3 لازم تكون بتعرفها. أوكي؟ على سبيل المثال عيادة أخرى البروستو، أنا العيادة الجاي عندي جو ريليشن ريكورد، بدي أعمل خطوات الجو ريليشن، كيف كانت الخطوات؟ بدي أرجع أراجعها. أنا ما بفضل إنه هلأ بهاي الفترة تروح وتدرسوا كل شيء، يلا بدي أدرس بروستو من A to Z وأبلش أدرس، لا، يفضل كل عيادة بعيادتها. أول عيادة برايمري إمبريشن، روح أدرس عن الإمبريشن كومباوند، اعرف خصائصه، اعرف كل شيء عنه، اعرف عن التري كيف نستخدمه، اعرف عن الاكزامينيشن كيف تقسيمات او الكلاسيفيكيشن تاعيت الرج. هاي الامور نقطه جدا مهمه، الادوات والماتيريال اللي راح تستخدمها. يعني انا ايام زمان لما كنت اشرف على الطلاب، تخيلوا انه في طالب سنه رابعه مش عارف يميز بين الاتشينج والبوندينج، يعني كان يحط البوندينج على اساس هو اتشينج ويروح ينشف بالمي بعدين يحط الاتشينج على اساس انه بوندينج، خبص الدنيا. والكومبوزيت طبعا أول ما يطلع المريض ولا هي الواقعة الحشوة، لأنه مش عارف الأدوات، مش عارف يميز. وغيره بالبيدو مثلا، في البيدو بيهتموا كثير بالورقة، الورقة الفحص، كيف تعمل تريتمنت بلان. أكيد بتعرفوا أنه مثلا أول فيزيت في عندي سبع أو ثمان شغلات لازم ينكتبوا، بعدين ببلش بكوادرنت كوادرنت أكتب كيف نعمل شارتينج، كيف نميز بين الأسنان اللبنية والدائمة والعمر اللي بتطلع عليه الأسنان. هاي كلها شغلات مهمة بيركزوا عليها، وحتى في دكاترة بتبهدل أنه أنت شلون مو عارف تميز بين سن لبني ودائم. طبعا مش من أول عيادة بس يعني لقدام شوي بتبلش يبهدل. فإذا نصيحتي لكم نهاية كل أسبوع بلش حضر شو في عندك عيادات الأسبوع التالي، شو لازم تدرس، هل عندك مريض أو ما عندك، ومن وين أجيب، وإذا سحب كيف ألاقي بديل. كل هاي الأمور تترتب يوم الجمعة ويوم السبت في نهاية كل أسبوع، تمام؟ كمان من ضمن الشغلات اللي كنت أسويها، كنت أجيب زي هيك شغلات ألزقها عندي على الحيط في البيت، فيها مثلا شو الريكوايرمنت المطلوبة مني وقديش خلصت منهم. وهون برضو إنه الأسبوع الأول عندي كونس، شو درست، شو ما درست، شو خلصت، يعني بكون منظم وقتي. والحمد لله يعني شوفوا بسنة رابعة أنا طول الثلاث سنوات الأولى يعني ما حصلت لوحة الشرف إلا في سنة رابعة، تمام؟ مع أنه كانوا يقولوا صعبة وفيها توزيعة علامات كثيرة ومش عارف إيش، الحمد لله جبت 3.8 وطلعت على لوحة الشرف. طبعا هي بس سنة رابعة، بعد هيك يعني انسحبت. فالنقطة
كل ما كنت منظم، كل ما كنت ماشي بهذا النظام، بضمن لك أنه تحقق إن شاء الله علامات عالية. طيب الآن إحنا خلصنا كلامنا عن تحضير للعيادة ودراسة العيادة والمرضى. لا ننسى أنه أنتم عندكم مواد عم تاخدوها في سنة رابعة. أنتم في عندكم 9 مواد من كونز، بروستو، بيريو، بيدو، سيرجري، أورثو، إبديميولوجي وفيكستو دياغنوسز. هذول كلهم مواد الفصل الأول وما فيهم امتحانات، يعني أغلب المواد ما بيكون في امتحان مد إلا في نهاية الفصل. فأنت فعلياً طول الفصل قاعد بتلعب، قاعد مضيها سياحة وسفر، وبس بتلحق في هذا المريض وبتحضر لهاي العيادة ومش عارف إيش. فهون نقطة جداً مهمة إنه تكون عندك تنظيم لدراسة مواد سنة رابعة، ما تطنشهم. أنا بعرف طلاب ما يفتح ولا شيء، يجي في آخر الفصل بشهر 12 بده يدرس 10 محاضرات كونز و10 محاضرات بروستو و10 بيريو و10 بيدو. مستحيل تقدر تختم، مستحيل. أنا بحكي لكم إياها مستحيل. وإذا ختمت المعلومات ما بتتجمع، يعني رح تنساها بسرعة. كل ما تحفظ بسرعة كل ما تدرس بسرعة رح تنسي أسرع. فنصيحتي لكم يعني كل أسبوع تعمل جدول دراسي بالطريقة اللي تناسبك، تدرس شوي كونز شوي بيدو شوي بروستو شوي شيرجري، يعني تتبع مواد سنة رابعة أول بأول. قربت أخلص عشان ما أطول عليكم. كمان من ضمن الشغلات اللي بتساعدك، وأنا هاي شخصيا كنت أسويها، إنه بعد كل عيادة أرجع البيت أو على النوت على التليفون أروح أسجل شو الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، شو الملاحظات اللي أعطاني إياها المشرف، شو في شغلات بدي أطلع على اليوتيوب أتعلم شلون بيعملوها. والله مثلا مش عارف أعمل كلاس فور، أفتح اليوتيوب أطلع أتفرج أشوف شو بيستخدم، كيف يعني بيمسك إيده، كيف بيشتغل. أروح أراجع بعض المعلومات، أروح أبحث في الأرتيكلز، أدور طب أنا هون ليش ما عرفت التشخيص، وهكذا. دائما أحاول إنه أراجع وأعمل أبديت لمعلوماتي وللمشاكل اللي بتصير معي. وطبيعي جدا انكم تمروا باخطاء ومشاكل. يعني انا شخصيا صار اعطيت اي دي بلوك وصار في عندي عند المريض فيشل بالسي صارت معي، ومره تخدر المريض وبطل الخدر يروح من عنده، صار عنده باراسيزيا، صارت كثير معي مشاكل وتعلمت منها. تمام، فشيء طبيعي. كمان نقطه اللي هي تعاملكم مع المرضى اللي ما بتحتاجوهم وتاثير هذا الشيء على سمعه المركز. يا جماعه شغله كثير كانوا يعملوها الطلاب ويتصرفوا فيها بشكل خاطئ، يروح يتواصل مع المريض، المريض يقعد سنة وهو يبعث له ويقول له عندي المشكلة الفلانية ويشرح له كذا، الطالب يشوف إنه المريض مش مناسبه فيسحب عليه، يبطل يرد، أو يقول له إن شاء الله بتواصل معك وما يتواصل معه. ترى هاي صارت عليها كثير مشاكل، خاصة إنه الناس الموجودة، خليني أرجيكم لما قلت لكم في مشكلة، الناس الموجودة على جروب التكنو أسنانك أحلى كانوا البيشنت يروح ينزلوا بوست ويفضحوا الطلاب، يحكوا إنه أنت بتعطيني موعد وما بترد تتواصل معي، عم تكذب علي، أنت مش عارف إيش، أنت مش كذاب، أنت مش دقيق، أنت كذا. فتجنبوا هاي المشاكل، بالأخير هذا الشيء راح يضركم وراح يضر زملائكم. فالأفضل المريض ما بدك إياه، احكي له بعتذر منك ما بقدم هذا العلاج، بعتذر منك العلاج بيقدموه الماجستير روح راجعهم. يعني كون لطيف معهم، احتويهم قدر الإمكان. ماشي. وأخيرا أختم بشغلة، هاي رح تبلش تواجهكم لما تتواصلوا مع مرضى ويحكي لك أنه أنا عندي تسوسات دكتور، عندي تسوسات وفي ألم. فبس يحكي لك هاي الجملتين بدك تتبع بعض النصائح. أول شيء يبعث لك صورة، لازم يبعث لك صورة حتى تشوف التسوس، ممكن يكون كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 كلاس 5، يعني بدك تعرف شو التسوس اللي عنده. وتاني شيء تسأله إذا بيصحي من النوم أو لا، أو إذا في أعراض قوية أو لا، أو بيأخذ مسكنات أو لا. في حال كان عنده هاي الأعراض معناته بالغالب هاي RCT. ماشي. في حال ما بدك RCT يفضل ما تجيبه، يفضل ما تقول له تعال خلينا نشوفك، رح تكون ورطة. ونصيحة إنه تتجنبوا الحالات الصعبة، دائما اختار المريض المناسب. أنا دائما كنت أحكي إنه البيشنت سيليكشن هو أساس، يعني إنك تكون أدائك ممتاز. ممكن تجيب مريض متعاون ملتزم في الوقت، عنده أكثر من تسوس بأكثر من سن، بحيث تقدر تشتغله سنين وثلاث وتمشي في الريكويرمنت. حاولوا ما تشتغلوا بس سن واحد، سن واحد يعني أنت بطيء جدا جدا، لأنه طول الفصل أنت عندك 6 عيادات كونز فقط تقريبا، 6 أو 7. فكل عيادة لازم تشتغل سنين أقل شيء. تمام، سن واحد كبداية ممكن نمشيها، لكن حاولوا تكونوا سريعين وتختاروا الحالات المناسبة. طبعا في فقرة ماذا بعد التخرج بدري عليها، ممكن نعملها في لقاء ثاني. وأخيرا إذا في عندكم أي استفسارات أي أسئلة أنا جاهز، ويعطيكم ألف عافية. الله يعطيك العافية دكتور حازم.
يا ريت نمشي بنفس الطريقة، اللي عنده أي سؤال بس يكتب لنا مباشرة أو يعمل raise hand. المايكات مفتوحة، يعني اللي بس يعمل raise hand ويفتح المايك بيقدر إنه يتكلم مباشرة اللي عنده سؤال. بس قبل ما يعني جمع أسئلتكم، رح نبعث أو بعثت دكتورة مرح على الشات فورم للتقييم. يا ريت جميعا أنكم تأخذوا اللينك يعني تحطوه عندكم، عشان بعد المحاضرة بدنا كلياتكم تقيموا، وإن شاء الله يعني الطلاب اللي حضور إلهم هيك يعني شغلة لطيفة. فضروري ضروري كل طالب إنه يعبي الفورم اللي مبعث على الشات. أتوقع إنه بعثته مرح. مبعوث. أي سؤال أي شغلة حابين تعرفوها؟ بس تذكرت شغلة، تفضل. لما في بنت سألت الدكتور بكر إنه شو ندرس أو شو نحضر، فهو صح يعني جوابه كان كافي، بس اختصرها بثلاث نقاط. لازم تعرفوا بكل المواد بكل العيادات موضوع الإكزامينيشن، كيف تعملوا إكزامينيشن، شو راح نلاقي، شو الكلاسيفيكيشن. النقطة الثانية الدياجنوسيس، كيف تشخص. النقطة الثالثة الماتيريال والأدوات اللي حتشتغلوا فيها. هذول أهم ثلاث شغلات، ودائما يعني اذا رح تنسألوا رح تنسألوا على واحدة من هذول الثلاث. تمام. أي سؤال يا جماعة؟ تمام، يبدو أنهم ما عندهم أسئلة. إن شاء الله يعني بالمستقبل لما تبلشوا بالعيادات أو لما تكونوا على وشك أنكم تبلشوا، إحنا موجودين لأي خدمة وأي مساعدة. بنذكركم بس بفورم التقييم أنكم ما تنسوا تعبوه، والله يعطيكم العافية، وإن شاء الله التسجيل يعني راح نبعث لكم إياه للي ما حضروا من البداية في أقرب وقت. بنشكر الدكتور حازم، بنشكر الدكتور بكر على مساهمتهم، على خدمتهم ومساعدتهم لإلنا. مثل ما ذكرنا لكم يعني هم كانت تجربتهم يمكن أوضح منا، يمكن كانت تجربتهم أوضح من طلاب مست يعني على سبيل التحديد. فإن شاء الله أنهم يعني كانوا قادرين على أنهم يقدموا لكم الخدمة اللي عن جد كل طالب بالعيادات رح يشوف في المستقبل أنه كان بحاجة كل كلمة حكت اليوم. إن شاء الله كل الشغلات اللي حكيناها رح نرفقكم فيها، وإذا زي ما حكينا إذا عندكم أي سؤال إحنا جاهزين. الاختلافات اللي صارت ما بين الكورونا والدوام الطبيعي يعني هي شغلات طفيفة. انفصلوا الطلاب، بطلوا يشتغلوا على شكل بارتنرز، هذا الإشي صار بيطلب من الطالب أو بيتطلب إنه يكون محضر وقايس فعلاً وقته بكل دقيقة بدقيقتها. ما في حدا يساعده، ما في حدا على مستوى انه يجيب له الاغراض. ففعلا يعني حاولوا استثمروا النقاط اللي انذكرت من ناحيه الوقت، من ناحيه الادوات، تكونوا محضرين للعياده اول باول، راح تكون كثير مفيده لكم. وان شاء الله انه يعني لقائنا اليوم كان مفيد ومثمر. واي سؤال عشان قبل ما ننهي بتقدروا انكم يعني تسالوا حاليا. ويس بيسأل في لقاء ثاني؟ شو رأيكم؟ يعني إن شاء الله إذا أنتم بحاجة أي لقاء إحنا جاهزين إن نرتب، وإن شاء الله الدكتور حازم والدكتور بكر مستعدين إنهم يساعدونا. الله يعافيكم جميعا. تمام، يبدو إنه ما في أسئلة. الله يعافيكم جميعا. سعيدين جميعا بحضوركم دفعة تاج، وإن شاء الله في المرات القادمة لقاءاتنا برضو بتكون معاكم ميدانية، مش بس يعني على الزوم. بنذكركم للمرة الثالثة بفورم التقييم، والله يعطيكم العافية.